خديو لا خرجك العقل ميتي كومبليتوم مالاد. انا غادي نبقى ساكنه هنا لتحت باش نبقى قريبه للدراري. هاد جهه كلها ديالك. كدبات علينا قلت لنا فيها كوفيد باش نمشيو من الدار وهيتني الحيط بس ما دير كل من هذا باش نبقاو مجموعين من تحت باش تفرقنا. دوك غندعيو على هادشي كامل وغنقولوا بلي انا داك الحيط خطر. خديني هضري معايا داك ورقة فيها الموافقة على أنه عجبو الحال داك الحيط يكون في الدار. بغيتك إلا جات على خاطرك تسني لي هاد الورقة. والله ما كتحشمي بالله. لا لا غير لا عتقي نور دات كامل وهزات الطوموبيل من الكراج وهربات. نور كامل نور كامل صافي القطره ندوري على الخيام كاملين ما تنسايش وحده بوحده الخدامه غادي تجمعهم بغيت نهضر معاهم يلا تحركوا. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي فين صافا شاد الشمس في طاليا اي تصور واعرين فين خديتهم تما مرة داك الجبل كاين واحد جوج صخرة تما واعرين ندور تما شي طوابل ونعذر الناس يتغداو تما غيعجبهم الحال او داك التصاور اللي صيفط لك غتحطيهم في انستغرام وفيسبوك داك التصاور كتحط راه كيخلعوا ايوا حاجه اخرى اش ديك لاكوم ديالك ولكن بالكوميسيون ديالي شحال هاد الكوميسيون لالا؟ 20% وديال اش هاد 20% ديال لي بينيفيس ديالي؟ راه خالتك زعما شتك بحال بديتي تيري فيا دغيا 2 5 3 كتحس كتجي من العائلة ديال ماما كتجي عندنا هاد العشية نور حشومة هادشي راه ماما كهديك غادي تجلسي وغتشوفي شنو بغات تقول لك راه بقات مبرصطة عليك من داك النهار صافي تطمع في اللي سمع ديالو صدمو غلا ساعة راه كنقول لك اللي كاين غتعطيها اون شونس وغتسمعي ليها متبقايش داخلي في داكشي ديال باباك وماماك وإلا كان طلاق مزيان ليهم وليك ولينا تا حنا فهمتيني صافي صافي او صافي 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 تحشمينيش ونوضي لي من هاد الكرسي هاد راه ديال الكليان دابا تهرسي ما تبقايش تفيلي على راسك تفيلي على راسك انت وليتي كدير بحال مامي واه طنط هشام غايش هزي هاد الكرسي نور هذا بغيت معاك We'll be right back.
هذاك الحيط اللي كان مخوفه في الاول ولا مونسنا ولا بحال شي حد من العائله، خلانا نرتابو ونتقاربو ونكتشفو حاجات جديده على بعضياتنا. هذاك الحيط بدلنا بزوج صراحه، رد شويه ديال الانسانيه والاحترام والاعتبار في هالدار، ولينا بحال دوك الجيران المولمين. ولا سكات في الدار الله على رحمه، ما كاين ما احسن من السكات. هاد الحيط ولا بحال البلسم اللي داوى داك الجراح اللي كانت بيناتهم، نهار يطيح هاد الحيط الجراح كلها غادي تدوب، والعافيه اللي كانت شاعله غادي تطفى، وغادي يقدروا يرجعوا يعيشوا حياتهم من جديد، ولكن ماشي مع بعضياتهم. هلا غزلان، صباح الخير. صباح الخير لميا، صاتك شي حاجه؟ اجي جي، بغيت ندوي معاك. واخا. جلسي. بديتي كتقالياك. كي دايره مع الحباله؟ الحمد لله، غير واهلكني بالركيل. عادي، في الاخر تيلاد كيولي كيتحرك بزاف حيت باغي يخرج. ايه هو يركل وبا يركل بزاف عاوتاني. شوفي المراه في هذا الاخر كتعيا وكتعذب، ولكن هادشي اللي غتعقلي عليه من بعد، شي داك الاحساس الزوين اللي كتحس به المراه ملي كتكون حامله وشي حاجه كتكبر لها في كرشها راه ما عندها ثمن. عرفتي واحد النهار كنت غادي نحمق حيت كنت اتاشي للكرشي بزاف، نص الصباح وكنلقى راسي كرشي خاويه ما فيهاش نور، كنغوت كنقول بنتي فينا هي بنتي، تلقى لي المامون مخلوع مالكي، كنقولوا فينا هي بنتي كرشي خاويه زني من يدي يفتح الباب ديال البيت ويقول لي ها بنتك ناعسه. عرفتي بحال شي حد حيدالي من كرشي، مع كان عندي معاه واحد الارتباط قوي بزاف. مالكي تخافي؟ والو، يمكن تخلعت بهادشي اللي عاودتي ليا. شوفي ما تخلعيش، كلشي غادي يدوز بخير ان شاء الله، نطلب الله كمال الصوره وفك ربي على خير. واخا قولي لي شنو بغيتي نوجد لك الغدا؟ ما تصاوبي والو، انا غناخذ كامل ونطلعوا لاكافاين نشوفوا نور، غنباتوا تما. ماموني الا بغى شي حاجه صوبيها له. عافاك الا ما سلمي لي على نور بزاف قولي ليها توحشتها، قولي ليها بلي الدار خاويه بلا بها. واخا الله يدير لي فيها الخير. امين. بشويه عليك. ماما. ولدي بغيت نمشي مع بابا للوتيل. يا كنتي غتمشي معايا لاكافاين نشوفو نور، تشوف لي دروماديغ ودير الكواد، نسيتي هادشي كله؟ بعيده. واخا. صباح الخير غزلان. صباح الخير مامون، لاباس؟ صافا صافي، خليها معانا غندير لوتيل. بغيتو لميا توجد لكم شي حاجه للغدا؟ لا لا، غادي نتعطلو دونك غناكلو على برا. غادي ناكلو بيتزا. يلا بون جورني. بون جورني، باي باي شيري. خاصك تشوفي عمك كيفاش مفرسخ، كلي مهرس انايا بيس دي طاجي. طفي هادي بواني تارس ليا، كنت باقي صغير عندي 5 سنين، هاد العظم خرج ليا من بلاصتو، صفرت الموتور ديال العساس ديالنا وما كنتش كنعرف نسوق. يلا ديمارت هو يهرب ليا، غادي ما قادرش نفرني ويدخل ليا في الباب ديال الفيرما، جاب الله مشى لكش ليا وجهي، هي البواني، وهاد الكتف، مع كنت داسر كنطيح، دوك الجزر تاع التوت اللي كاينين في درب صبري، كنطلع كنقصي في التوت، دخت وانا نطيح، باخ الارض، كتفي تارس ليا هنا، رجع ليا الله تخيري، وهادي دوبل فراكتور، فاش كنلعب في كوكب. ملي كتشوفو فيها بحال هكا، اه عمك كان كيلعب في كوكا، عرفتي كون كملت انا في الكورة؟ وعليه فين كون دابا؟ كنلعب في باريس سان جيرمان ولا بايرن ميونيخ. هادي هاهي ما تبلكش، ولكن هادي ماشي تهريسة. اه تفليقة، ولكن متبانين هي تهريسة، حيت هادي جمجومة. الحمد لله مجاتك بنتي في رجليك، غتكبري وتنساي، وغادي تبقاي تفكريها فاش تكبري، تبقاي تفكريها، فهمتيني؟ مانا صافا؟ صافا هاك يا حبيبي، هاد العشا ديري عليك باش ما تمرضيش. اوب
عطاتي بقاي معانا. عندي الخدمه خصني نكملها. ولكن طونطو هشام جاي من مراكش باش يشوفنا. هشام درتي ليا فولو في انستغرام؟ بيان سور درت لك ابوني، درت لك ابوني في انستغرام وفيسبوك، وانا ما بقيتش في هذوك التصاور ديالك. حمقوني ديال بصح انت واعره. بصح؟ واه عمرني كذبت عليك؟ جامي. حيت انت واعره في التصاور. جبت لك واحد الكادو. شنو هو؟ تران. شنو هذا؟ لا. ياه. باغي فوتو اللي كنت باغا. وانا كنت حاس بك باغا. ميرسي، غنمشي نجرب عذاب. صحتك، وازي. صحة. ميرسي. كيقدر الامور هنا مزيان؟ الامور ما عندها فين تمشي كتبقى في بلاصتها، حنا اللي كنتحركوا. عندك الحق. وقول لي بروجي بحال هكا ديالك هنا في هذه المنطقة مزيان؟ صامخش. على حسب. والماء زعما الماء عندك هنا ولا كتسقي ولا كتشري من الحانوت؟ سولهم. سولهم هاكا عارف بزاف الناس هنا، ماشي مشكل الماء يجي من فين ما كان يجيبوه، خاصه الفلوس. وراني شريت الارض اللي حداك هنا، هادي واحد 10 هكتار ديال السكتاني، غندير فيها واحد الكومبمون ديال الخيال العلمي، شي حاجة لوكس 5 إتوال، وغندير بيس داتيغيساج، حيت الكلية اللي باغي نفيزي أنا ماشي بحال الكلية اللي كتجيبي أنت، فهمتي؟ باش ما ندخلوش أنا كون كونكورونس، أنا كنفيزي واحد كليونتين سبيسيال، كتنزل في المطار ديال مراكش، كتهز الهليكوبتر، كتحطها هنايا في الكومبمون، كيقضيو الغارات، كيمشيو في حالهم، ما كيسيق لهم حد خبار، ما كيبرز لهم حتى شي واحد، وغادي ندير بيس نشوفي، واحد ديسكوتيك. بلانير عرفتي داك الديريكتور ديال ترونسحارا صاحبي بزاف، غندير بحال داك الكونسيبت هنا هو اللي غيديرو معايا، غنسميه ترونس اغافاي، ما كاين غير الشخضة، غنجيب ديك البيفون الكبار ديجيتال جداد، حتى الجبال يبداو يشطحو، إلا ما شطحوش الجبال هادوك البيفون نهرسهم، عرفتي شنو غنسميه الكومبمون؟ غنسميه نور كامب، على نورو كامل، وانتي إلا خصك شي حاجة مرحبا بك، غنكونو جيران. باش ندوز لك الماء ولا ندوز لك الضو ولا شي حاجه تعاونوا. امانة عفاك لاديسيون نخليك. شكرا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إيوا الله يرحم وجدك ويرحم هذا النهار. الله يجدها لي الرحمة المسكين. سي عبد الرزاق راه إنسان طيب وخلوق، عمرنا ما سمعنا عليه كلمة العيب. أنا عارفكم غتبغي كلكم تمشيو تعزيو، وهذي حاجة طبيعية. ولكن راه ممنوع. عافاكم الصي ودري حتى واحد ما يمشي يعزي. كي كتعرفوا راه سي عبد الرزاق مات بكورونا الله يرحمه. إلا سقط الخبر بأنه شي واحد فيكم مشى راه ما بقاش يحتاج ليه في هذا الأوتيل. صافي. دابا ندوزو لكوتي بوزيتيف ديال هذا الغيبي. يلا بسم الله. أنتم راه عارفين بأن الأمور بدات تحل ولا غيزافاسيون كيطيحوا كل نهار، نبغيكم تزيروا معايا الله يخليكم ليجيان. ياكل وراه يكونوا كيشعلوا، لا كوزينة كتشعل. البيوت، لي بافيت. ديزانفيكتون. قدام لاسانسور، على برا من لاسانسور، في لي كولوار. قدام باب لوطي يكونوا جوج، بعطوتي انا نبغي كورونا ما تجي لهنايا دير دومي تور. وخصنا نحلوا لاصال دو كونفيرونس. الماركتينغ، الدق. الاشهار. لوطي راه ديالنا جميع كاملين. حيت حنا عائله واحده. واللي عنده شي اقتراح ولا شي حاجه مرحبا. سي مامو الله يخليك، بغيت نقول لك كيف قلت لي بالاولى، لوطيل باقي واقف شحال هذا. طلع على بافيت. وقلت لك بان لي سالير نقص منهم اكثر من نص. صافي هذه القضيه هذه ان شاء الله غادي نحلوها، غادي نهضروا مع السي حسن هو هنايا والسي حكيم الكونطابل الجديد، وما غادي يكون يخطركم ان شاء الله. يلا الله يخليكم، اللي عنده شي خدمه يمشي لها وبالضحيكه. يلا سي ويكون غير الخير ان شاء الله. يلا يجيك شي. يجيك شي. اش هادشي هو السي حكيم الكونطابل الجديد غادي يشرح لكم كل شيء. اها تفضل سي مامون. لقينا بزاف ديال المشاكل، لقينا فاكتورات مزورين،
الصالارات ديال الناس تيدوزو ما خداميش معنا، حتى من لي شيفخ ديال لوطيل ماشي هما لي شيفخ ديال المداخل. لقينا بزاف بزاف ديال الفلوس ضايعه. شحال تقريبا؟ 4 مليون ديال الدرهم. شحال؟ المشكل هاد الفلوس كنا غادي نخلصو بها الناس. وشكون غيكون دار هاد المشكل؟ السي عبد الرزاق هو اللي كان مكلف بكل شيء. الله يرحمه. الله يرحمه. والله يرحمه. السي حكيم طلع لي هاد الأوراق ديال البيرو ديالي. هو الأول السي حكيم. ما لاباس؟ لاباس؟ وانت لاباس؟ الحمد لله ديت لو تاسبيسيال والحمد لله صافا نيجاتيف. الحمد لله والشكر لله. بغيت نبوسك. لا ما تبوسني ما نبوسك، نخاف نقيسك بشي حاجه اللي تضرك. ولكن ما انت صحيحه وزوينه. خليك ليا انت وهاد الهضيرات ديالك، انا راني توحشت عناق، بغيت نعنق ونتعنق، ولكن الغالب الله هانت هالشكلاط هذا احسن شكلاط الاحسن بتي فيس في العالم. هانت شوف. سلامة سلامة. باي باي. سلامة سلامة. ما كانش عليكم تكلفوا راسكم ولا لا؟ هذا واجب، خيرك سابق. كيبقى خاطركم ولا لا؟ الحمد لله كتب الله كنصرفوه وصافي. الله يبدل المحبه في الصبر. اللهم امين. الله يرحمه مسكين، مشى دغيا غفلنا. صبري لاله صبري. الله يخلف عليكم سيدي. اللهم امين. الله يرحمه مسكين. واش ما كانش عنده شي حاجه اخرى مغير لانتريت؟ والو سيدي، كنا عايشين على الخلصه ديالو، ما كانش مسكين عنده معاه الدنيا اللي جات كتصرف. كان من الخدمه الدار، الدار الخدمه، داكشي اللي كاين سيدي. ما خلى لكم شي املاك، شي ارض، شي حاجه؟ شوفوا الحاجه، انا كنقول لكم هادشي باش الا خصكم شي حاجه حنا راه موجودين. المهم هو السي عبد الرزاق كان راجل الله يعمرها دار. هذاك الشيء اللي مصبرني عليه، داكشي اللي مصبرني عليه، كاع الناس كاملين كان عزيز عليهم الله يرحمه، عمرهم ما دار في شي حد العار. اسمحوا لي. اش بالك سي مامون؟ اش بالك انت؟ انا اللي بان ليا المشفر هاد الفلوس كامله ما يمكنش تكون عنده دار بحال هذا ولا لا؟ واخا داكشي هذا قلبي ما مرتاحش، عرفتي اش غادي دير؟ غتمشي للبيرو ديالو وغادي تجمع كاع دوك الوراق ودوك الدواسه وغتجيبهم عندي للبيرو ديالي. صافي؟ شتي بنات الهم ما داروا فيا؟ وحده راه نقزات من الحيط. ايه لا ما تهرساتش لي بلونط اللي صيفطوا ليا من المكسيك، هذوك المشوكين المزيانين هما اللي تهرسوا. والثانيه لالا بدات كتجي حتى لقدامي وكتكحب وقالت لك حقا ما حقا ما بقاتش كتشم وانا نجري عليها. وي كي غادي ندير وداك الكونطابل الغزال ديالي اللي مات وخلاني بحال الحنش المقطوع له الراس. لا اله الا الله محمد رسول الله. بناتي اللي مشاو ما بقات تحدي يديها فيا، بخلوني هنايا في هذا الوطن قد سخط الله بحال اللي تيما. يا ماشي بحالنا حنا، ايامنا حنا الحمد لله بقينا مع والدينا حتى الدينار داهم.
الحمد لله وصفتناهم دفناهم بخير وعلى خير. رشيل قطعي من بعد ونعاود نعيط لك. الو. نعم سيدي. لاباس الحمد لله. لا فلوسك موجودين. وقتاش بغيتيهم؟ كوكو صوريني وبلاتي نحط هادش أتو وصوريني مزيان وصوريني عافاك صافا توحشتك يا بنتي توحشتك نور هي اللي عاونتني في الكويزين بصح هي اللي طيبت تقريبا انا بنتي واعره تبارك الله عليك يا بنتي برك تعاوني في لوبيرج حادقة برافو شي فيير دو توا اجي كتخلصيها ولا هادشي اللي كدير تمارا فابور ماشي المهم فلوس المهم ندير شي حاجه عندك الحق بنتي الفلوس ماشي هما كلشي في الدنيا اهم حاجه هي الواحد يدير داكشي اللي كيبغي وكيحماق عليه ديك الساعه كيحس بواحد الاحساس زوين بزاف انت عمرك حسيت الاحساس ملي كنشوفك انت وخوك كل نهار كتكبروا قدام عينيا كنقول مع بالي احسن حاجه درتها في الدنيا هي انتوما بجوج اوكي انا مشي ندوز واحد لابير ونجي وخا نشوف لا شحال زوينين هاد الصورات يا بنتي جو فوا بيان تا توش ارتستيك حبيبه كاميرا لي غاليه كتخرج تصاور زوينين لاباري هذا ديال تاتي المنال جابها لي طونطو هشام الا طونطو هشام كيجي لهنا جا من مراكش باش عطيني هاد الكادو هو اللي كيفهمني ما غاديش ترجعي للدار خلاص بنتي مازال باقا غادي تبقى هنا انا عاجبني الحال هنا توحشناك الدار خاويه بلا بك خوك مسكين توحشك كيسول عليك كل نهار انا باباك تلميت وحشاتك اخبارك لي ماكازا حلو
وفوقاش غادي تجي خلاص باش نمشيو نديرو شوبينغ. اش غادي نمشي ندير في داك الدار اللي كل عمره مشاكل؟ لا ما بقاوش المشاكل. شو انا وبابا كي ولينا كان اسمح لي عارف شمس اسمح لي ما عنديش الغاز هنايا. صافا صافا كيفاش شمس باش اشرح لي نور صافا مدام رمياء ويلي يا علال واش منيتك لبس حوايج السلمان ونوض تصداتي ولا مالك؟ معاك السي كريم خدام هنا السي علال راه كيتسناك في الريستور تفضلي معاه. مالك شنو بغيت؟ حمام تركي خمسة ديال النجمات وفاش تسالي يا مدام السي علال موجد لك واحد المفاجأة مريزيرفي ليك فوق الماء في أحسن ريستورا في مراكش. وأنا ما كرهتش يكون الماء سخون أكثر من هكا واحد شوية. ولكن يا مدام حنا هاد الحمام وجدناه لك سي ميزور ودرنا فيه شوية ديال المسك شوية ديال الريحان باش الريحة ديال الجسم ديالك تكون طيبة. أيوا حشم شوية قال لك الجسم ديالك. اسمحي لي يا مدام ما ديريهاش مني قلت الصواب ولكن راه ما كنتش باغي نقلل عليك الحياه بالصحه والراحه. دابا نقول السي علال اللي تهلا فيك. شكرا يا مدام. جا معاك الطالوة ماذا؟ معلوم يجي معايا يشرح لي راجلي من الطاليان. وحدك؟ لا معايا راجلي. السمية؟ سي علال. آه سي علال الله يعمر هضر هذاك السيد تفضلي تهلاي فيه راه ولد الناس. زين غيب شوية عليك زيد علال دقيقة وأنا معك. على ما قالت لي يا نور أبارامون لي بارون شمس ساقوا الخبار للحيط اللي بنيت. المهم راك عارفة بنادم كي داير ما كيفهمش. وعاد زيدي على الأكسيدون اللي دارت نور خافوا على بنتهم ما بغاوش تجي عندك ما يقولوا لها تخاصمي مع نور. واش هادو تسطاو؟ واش سوقهم؟ علاش كيمردوا لي بنتي بحال هكا؟ انا غنعيط ليهم وغنسمعهم خلو ودنيهم. انت غتشوفي غادي غير تزيدي تعقدي الامور. خليها هي مزيانه معايا هنايا حتى لين حتى لينا ملان حتى يدوز هادشي اللي واقع. اش واقع؟ اش واقع كاع عندنا ما واقعش عند الناس؟ شتي في الاخر انت اللي كتفشيها. عرفتي اش غندير؟ المره الجايه غادي نجي نهزها من شعرها اللي ما بغاش تمشي ونخشيها في الطلوبين بزاف. انا هاد الفشوش طلع عليا في الراس بزاف. كنقلب عليكم من الفوق جيتي سيغ غنلقاكم هنايا بركه مزلق نتايا هيا ديك ما عرفتش هذا ولا شي سيرو النعاس انا اللي خاصني سيرو النعاس دابا ولدك تبارك الله راه مصباح هو تيحنقز خلينا ما درنا لعبنا كره في الجردة لعبنا بينبون نزلتو للحمام وضرب واحد الفركه عالميه
بلاي والله غيرو كومونديت لي البيتزا كينغ سايز اللي كتعجبو دابا راه كوخ اش درتي نتا فاش الغرض ديالك انت خليها الله هذاك الكونطال كنا كنشكو فيه حتى ثلاجته ما عامره عرفتي وي تنشك في كلشي اخويا شتي حسن حتى هو تنشك فيه رد البال عشير عندك الحق تشك في كلشي ولكن رد البال ما خاصكش تبين غادي تخسر عباد الله الله اوفر انت غشاش ما تبقيش بيت اللعبه اخويا صافي ناقص شنو زعما نخلي داك لوطي اللي غرق ونغرق معاه تانا واش جاب لنا خويا شي غرق معنا على فالك واخا صاحبي خافي ضد الله راه يجي لك تاويل الخير فكر زينه مشيت في النور او لاباس عليها مزيان جات معاها الطبيعه توحشتها خويا مشيت شفتها قصرت معاها شويه يوم ناني تقليت واحد جوج السما هذيك المسمومه تاع منال قلت لها غادي نشري واحد الارض كبيره حداها وغندير فيها كومبمون 5 ايطوال وغنسد عليها ونشوفها كي ولات بديت تبلق في عينيها قاعد بول قنبوله الا تفرقع عليك سكتنا ما كتشوف فيها انت بحال هكا والله ما داش حاجه وهي عاجبه كيفاش كيفاش مناش اش من فاش جبت خو هاد الهضره منين قاس الخير شوفوا كيفاش شوف نوض اخواش داكشي اللي خدا ليا ولدك بغيت تكملوا ليا نوض خاصي لداركم نوض يا عايشه مكجري عليا ما ننزلش عليك بغيتي نرتاح مو يا خويا غادي نتنفس شويه يلا ون اجي هزو معايا هزو معاك واش انت هز خنجه تاع الرمله راه ولدك هذا اجي دابا اجي مين ما كتقدروا تهزوا باش تولدوا واخا سيدي عرفتك المونيطا ديالي هذا راه ديالي انا طلق المونيطا ديالي ليا طلق 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 هزلك انت تضغط شوف زيد بدا دابا تشوف لميا قولي لي يا حبي ويلي ماذا؟ حشمو شوية شوف راه ما عاديش نتفرق معاك حتى تقولي عليا قولي حبي صافي بقيت على خاطرك ما عمر شي واحد قال لي يا حبي من قبل شحال من وحده قلت لك قبل مني تا وحده وهكاك يا مالك هاي هاي انا ما معروضاش وي مامون انت هنا وي عيط لك في تليفونك تليفونك طافي حيت ندي شارجي فين هو كامل ما سمعتكش كامل فين هو كان تيلعبوا ناس وطلعتوا للبيت الفوق داكو يلا بونوي بونوي سالت لي من الحافك داكو تيان شكرا خليها لك انا عندي الملح لا صافي استعملتها صافي شكرا ساسون بون درت لي بات بولونيز مع شويه ديال الموتزاريلا بصحه بغيتي شويه صراحة أنا وجدت شلاضة ولكن توحش الباكيتي ديالك شحال ما كليتهم هاكي خديهم لا تنجيب شي طبيعي لا أنا عندي 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 واحدة أخرى مرسي بون أبيتي توسي شفت نور اليوم ما سمعتش نور شفتها اليوم لاباس عليها مقلقة شوية صاحبتها شمس لي بارون ديالها قالوا لها متقجعه ما تحلي المنحيح في الدار بقاو الحشيش في الدار
الوقيد في الدار. واش بغيتي الوقيد؟ قلتي الحشيش في الدار. اي لا حشيش لا، قلت لك الشمس صاحبت نور، قالوا لها لي باغون ديالها ما تبقاش تجي لعندنا الدار حيت حنا بنينا الحيط في الدار. شكون قالها لهم؟ نور قالتها للشمس، وشمس قالتها لي باغون ديالها. والله العظيم هاد لي باغون هادو ما عندهم ما يدار، ما كيفهموش وكيدو شي حاجه اللي ما تيعرفوهاش. وثانيا نور ما عندها ما دير بهم كاع. اكزاكتومون. ودابا هي كي بقات؟ هي مازال معصبه عليا. ما سمعتكش. قلت لك هي مازال معصبه عليا. غير زي ما كنسمعكش من جنب، واخا نجي عندك نجلس معاك شويه. تديرونش با. الصباح تيجي والدراري غادي يلقاوك معايا. واش فيها كاع؟ انت مراتي. لا ولكن لا غادي نخربقوهم وما دابا عارفين غنتفرقوا عاوتاني يلقاونا وصول هذاك نوض وسال جيتك. واخا غير خمسة دقايق عطيني خمسة دقايق. مامون عافاك صافي شوية. لا سيتو بلي خمسة دقايق عطيتك خمسة دقايق غير مدابا هو شوية ويجي كامل كينقص علينا أنا. صباح الخير لالا غزلان. صباح الخير لاميا. كي صبحتي؟ صباح الحمد لله. عافاك لالا غزلان، انا ما ديتش على هذيك الفضيحه ديال البارح. والله الا غير مع هذا المرض والمشاكل ما فهمت حتى لقينا راسنا لبسنا حوايجكم و... الدنيا هانيه. هذيك الكسوله لا كنهديها لك. ولكن لالا غزلان حشومه. صافي قلت لك خديها. فكرتيني فاش كنت حامله بكامل، مامون كان شراها لي. الله يدخل عليك بالصحه والعافيه ان شاء الله. الله يخليك لاله غزلان. ولكن حاجه مهمه نقولها لك، انا الدنيا هانيه، مي حوايج المامون عافاك ما تبقاوش قربوا ليهم واخا. على الاول زيدني لهذا الشيء. صافي راني دويت معاه، ما باقيش يقرب البيت سي المامون ولا غادي نتفاهم معاه.
ووصلي له الميساج عافاك. واخا لا كوني هاني. هاي 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 على لو ديستان ولدي انا نشوف. لا ياك ما شتي بالكوستيم والكرافات وقلتي هذا كان مضحك عليك كيف ما بغيت. ها ياك جيت عندك المره اللي فاتت وجيت عندك بنيه صافيه وكذبتي عليا. ايوا دابا انا اللي عندي الدليل بانه راجلك هو اللي شفر. دابا هو مات الله يرحمه وكان خلى لك الدراري. لا انا غادي ندعيكم وما غاديش نخلي لكم سنتيم. شتي معلقه صغيره ما تبقاش لكم في الدار. وشتي ولادك ولادك غادي يعيشوا معذبين حياتهم كامله. نهار غادي يعرفوا بنو باهم كان شفار. لا مسا وقف فيك. واشنا هو نخليكم تضحكوا عليا؟ من حقك ولكن شو هلا مسا وقف فيك. عبد الرزاق ما دار والو. كيفاش ما دار والو؟ هادشي كلشي اللي داروا بزز منه. ما عمرو دخل علينا درهم ديال الحرام ولا قاش شي حاجه من فلوس الوطيل. وكان كلشي عنده في واحد الكتاب واي حاجه دارها كيخلي الاطراس ديالها. وكان مصيني نخبيه الا وقعت شي حاجه. فين هذا الكتاب؟ سي حسن ها لا كونتابيتي ولي فاكتور كاملين يبقوا عند سي عبد الرزاق الله يرحمه. حلو شوف لاغيتا. لاغيتا هذا المامور بغيت نهضر معاك. خلت الدار كلها ما كايناش. هضرت مع الشيفور. ايوا خطات الطياره مشات لتركيا.